حنتوش حنتوش هنعمل ايه النهارده؟ زي ما نسوي كل يوم يا كيمو، حنسافر حول العالم ونكتشف الغرايب والعجايب. الرحاله حنتوش مع كيمو الفرفوش، حنتوش عبقري وكيمو هو الغبي. ستوب، مش هسافر معك كده، انا مش غبي. خلاص حتسافر معايا لانه انت مو غبي. وكيمو كيمو هو الغبي. بي 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 لا، بالإذاعة يرحلون حول العالم يسافرون. الرحالة حدوش مع كيمو الغبي الذكي. الرحالة حدوش كيمو ها 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 الغبي. يا هلا وسهلا فيكم. انت بتعمل ايه؟ بقدم معك؟ لا، انا اللي بقدم اول واحد لانه انا الرحالة حنتوش. ماشي تفضل. يا اهلا وسهلا فيكم مستمعينا الكرام في رحلة جديدة غريبة عجيبة. اليوم حيكون معنا في هذه الرحلة زي كل يوم. انت اللي معايا زي كل يوم. هذا برنامجي. معايا كي يعني مفتاح، مو يعني مو صلاح. انت بتشتغلني، اسمي كيمو. حنروح اليوم في الرحلة عشان نتعرف على اغرب الارقام القياسية بارتو. اوكي ويلا بينا. آلة التنقل البشرية عبر الزمكان والاحساس والاساس واختصار البوكوكو. يلا بينا. وبداية حنروح نتعرف على اطول قصة شعر موهوك اللي يبلغ طولها أكثر من 3 أقدام، وهي لمصمم الأزياء الياباني كازوهيرو واتانابي. اسمه لوحده رقم قياسي. أما الرقم القياسي الثاني هو أكبر زفاف لكلاب. في عام 2007 كان الرقم القياسي لأكبر زفاف خاص بالكلاب في العالم، واللي سوى الرقم القياسي الكلبي هو جيل كلبي، عفوا جيل كوبي. جيل بيست. طقطقة رخيصة. وكان عدد الكلاب اللي حضرت الزواج 178 كلب. كانوا بيعملوا كده؟ ايوه. اوكي، هذا بالنسبة للزواج. طيب لو ما اتفقوا ايش حيسووا في حال الطلاق؟ الطلاق انطلاق. الله اكبر يا كيمو، انت دائما غبي. الرقم القياسي الثالث في رحلتنا اليوم هو الرقم القياسي لأعلى صرخة. الله، صريخ، اديني الناي واحكي. حققت معلمة من إيرلندا الشمالية اسمها أناليزا فلاناغان أعلى صرخة في العالم، واللي سجلته في عام 1994 للميلاد، وصلت درجته إلى 120 ديسيبل. اليوم يا طلابي هيكون درسنا كيف تصرخوا بأعلى صوت، واللي يعتبر أعلى من صوت المحرك النفاث. بتقلدني ومش سايب لي فرصتي أبقى نجم. خدي. أي مش حتأخذ النجومية لحالك. سيب لي نجومية. ظل هذا الرقم صامد لمدة 6 سنوات متتالية قبل ما يجي اللي حصل يا حنتوش. مين اللي جه؟ قبل ما يجي معلم ثاني كمان في بريطانيا اسمه جيل دريك، واللي وصلت قوة صرخته ل 129 ديسيبل بفارق 9 نقاط قدر يتغلب عليها. كنت عارف ان الرجالة صوتهم اعلى من صوت الستات، بس انا عندي سؤال معك، ايه موضوع جل معك في الحلقة دي؟ جل عشان نحافظ على الشعر بشكل جميل. اما الرقم القياس الاخير في رحلتنا هذه هي الرجل اكل الطائرة. ايوه، اكل الحمامة الطائرة. لا يا غبي. ميشيل لوتيتو من فرنسا، المعروف أيضا باسم السيد آكل كل شيء، معروف بموهبته الغريبة أنه يأكل أي شيء قدامه. أي شيء؟ أي شيء؟ أيوة. طب خاف على نفسك. أنا حاط أصبعي في أذني ومش حاسمع منك هذا الغباء. المهم ميشيل بيحب يأكل كل شيء، سواء كانت دراجات، أجهزة تلفزيون، عربات التسوق أو أي شيء ثاني، بس أهم حاجة لازم يصب زيت المائدة عليها وبعد كده بالعافية حياكلها. قسم الأجهزة في الهايبر ماركت هو قسم المفضل عند ميشيل، عارف ليه؟ ليش؟ لأنك لسه قايل معلومة إنه بياكل أي حاجة حتى أجهزة. عادي جدا، ذكي والله. لكن بالنسبة للرقم القياس الخاص فيه إنه قدر يأكل طيارة كاملة في ظرف 2 سنين فقط، والأغرب كمان إنه توفي لما كان عمره 57 سنة لأسباب طبيعية.
عارف يا حنتوش انت ليه حاطط صباعك في ودانك؟ حنتوش مش ابغى اسمع. شيل صباعك من ودانك وشيل. شلت. هنجر الطيارات كمان من الاماكن المفضله عند صديقنا ميشيل. قولي ليه؟ ليه؟ لانه بياكل طيارات. الله اكبر، انا مش قلت لك انه ما راح اسمع منك هذا الغباء؟ خلاص مش هتكلم. بكذا انتهت رحلتنا، نشوفكم في رحله جديده. يلا سلام.